هذه المناظرة الأولى هي مناظرة تاريخية بجميع المواصفات، لأنها أول مناظرة في تقييم الجهوية وفتح على نقاش عمومي وطني بتتبع دولي اللي عنده أكيد القيمة المضافة ديالو في جعل هذا النقاش العمومي الوطني يحظى بمواكبة وبمصداقية عالية. الأمر الثاني هي التاريخية من كون أنها مؤطرة برسالة ملكية آمرة اللي جابت مجموعة من التوجيهات، على رأسها الدخول في السرعة القصوى لاستكمال حلقات تنزيل الجهوية فيما تبقى من هذه الولاية التأسيسية اللي تقريبا بقات فيها سنتين. عمليا هذا كيعني استكمال العقود ديال يعني البرامج ما بين الجهات وما بين الدولة، كيعني كذلك فتح آفاق ديال التمويل ديال هذه الجهوية كورش إصلاحي كبير من خلال تدابير متعددة ومتنوعة تجعل تمويل الجهوية واستحقاقاتها التنموية مسألة منضبطة ومعقولة وتعاقدية وشفافة ومتوازنة بين الجهات، بما يجعل كل جهة تنطلق بنفس الإيقاع التنموي المطلوب على أساس البرامج ديالها. هادشي كله كيمشي معاه النهوض الضروري بالإدارة الجهوية، لأنه في غياب إدارة متملكة لهذ الإصلاحات ولهذ التحديات ما يمكنش هادشي يمشي على قدم وساق كما هو مطلوب على مستوى الإدارة الترابية ولا التمركز الإداري. إذا الجهة اليوم عصا إدارة في المستوى هذا كيطلب مراجعة كثير من التدابير التنظيمية والتشريعية باش تولي عندها على الأقل الحق في التعاقد مع كفاءات متطورة وخبيرة باش تواكب هذه الإصلاحات. إذا هذه التوصيات بالنسبة لي خلاصة رئيسية لمناظرة ناجحة، والحمد لله اليوم أيضا ربحنا واحد مكسب كبير هو أنها تكون يعني دوريا تنعقد مرة كل سنتين، وهذا كيخلي النقاش العمومي حول الجهوية نقاش مفتوح ومتصل في الزمان، ويعطي إن شاء الله القوة اللازمة لإنجاح الجهوية.